السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الشكل والتطبيقات الكتابية المندرجة ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الثالثة، وسائل الاتصال والتواصل، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذن الفهم والشكل. السؤال الأول: أميز المصادر عن الأفعال. إذن خروج، خرج، خروج، إخراج، خرج، فتح، فتح، افتتاح. إذن خروج، خروج مصدر، مصدر فعل خرج. إخراج، إخراج أيضا. مصدر إخراج أيضا مصدر. خرج فعل، فتح فعل، فتح مصدر، افتتاح مصدر. آتي بجملة تتضمن مفعول مطلق وأبين نوعه. إذن جملة تتضمن مفعول مطلق. إذن وقفت، لتحية العلم، وقوف الأبطال. وقفت لتحية العلم، وقوف الأبطال. إذن نوع المصدر، نوع المفعول المطلق جاء لبيان نوع الفعل لأنه معرف بالإضافة. وقفت لتحية العلم، وقوف الأبطال لبيان نوع الفعل. آتي بكلمة تنتهي بهمزة متطرفة فوق السطر، همزة متطرفة فوق السطر، وأخرى متطرفة فوق الياء. إذن همزة متطرفة فوق السطر مثلا حمراء، سناء. أخرى تنتهي بهمزة متطرفة فوق الياء مثلا شاطئ، شاطئ همزة متطرفة فوق ياء. أقرأ النص قراءة هامسة. إذا تهنئة المتفوقين. هنأ مدير القناة التلاميذ تهنئة المتفوقين، فبدأ يقرأ عليهم أسماء الفائزين بدءا من الإناث ثم الذكور. وشيئا فشيئا بدأت تتعالى أصوات الفرح والسرور. وعند انتهاء المدير من القراءة صفق الأطر والآباء والأمهات تصفيقا معتزين بما حققه الأبناء من نجاح. إذن آتي بعائلة كلمة هنأ. إذن هنأ نجيب المضارع ديالو، يهنئ يهنئ مهنئ مهنئ تهنئة تهنئة هانئ. أبين أسباب تعالي أصوات الفرح والسرور. إذن أسباب تعالي أصوات الفرح والسرور، هنا بدأ مدير القناة بقراءة أسماء الفائزين. إذن إذن أسباب، أسباب تعالي أصوات الفرح والسرور، وقراءة قراءة المدير لأسماء الفائزين.
إذا أسباب تعالي أصوات الفرح والسرور وقراءة المدير لأسماء الفائزين. على ما يدل مجيء مدير القناة إلى الحفل، إذا يدل على إعجابه بالتلاميذ المتفوقين. يدل على إعجابه بالتلاميذ المتفوقين. أنقل ما كتب باللون الأزرق في النص على دفتري وأشكره شكرا تاما. إذا هنأ مدير القناة التلاميذ تهنئة المتفوقين، فبدأ يقرأ عليهم أسماء الفائزين. بدأ من الإناث ثم الذكور، وشيئا فشيئا بدأت تتعالى أصوات الفرح والسرور. وعند انتهاء المدير من القراءة صفق الأطر والآباء والأمهات تصفيقا معتزين بما حققه الأبناء من نجاح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.